عبالك تتعلمي طرق فعالة وبسيطة لتحصلي على شعر ناعم بملمس الحرير؟ تابعينا بهالحلقة من تألقي. موضة الشعر الميليس أو البراشينج ما بتبطل أبداً. طريقة عمل البراشينج بتتغير من موسم إلى آخر، لكن بتبقى عملية تمليس الشعر عنوان المرأة الأنيقة والعصرية. اليوم تعلمي معنا طريقة التمليس الأسهل يلي فيك تطبقيها بالبيت. قبل ما تبدأي بتمليس الشعر، تأكدي من تجفيفه بشكل تام. عصري شعرك بلطف ولفيه بمنشفة مصنوعة من القماش الناعم أو المايكروفايبر. لما تتأكدي إنه شعرك أصبح نصف جاف، تنتقلي للمرحلة التالية. من الضروري جداً تنشفي شعرك بمجفف الشعر أو السشوار قبل الانتقال للمرحلة التالية. بإمكانك تتفادي الشعر المكهرب باستخدام فرشاة خاص للشعر. دايماً بتبحثي عن الأفضل لشعرك، لكن تصفيفه وتمليسه بشكل مستمر وخصوصاً بنفسك وبمنزلك بعرضه للتلف، لذلك من الضروري أن يكون عندك الأداة المثالية لتجفيف شعرك. بهالحلقة اخترنا لك أداة ذكية لتمليس الشعر بتحافظ على صحته، لمعانه وملمسه، مثل براون سنسو كير يلي بتعدل الحرارة تلقائياً حسب نوعية شعرك. الحرارة بتعلى تدريجياً كل ما قربت من فروة الرأس وبتنخفض كل ما توجهت للأطراف، الأمر اللي بيأمن لك الحماية اللازمة لشعرك. عملية تمليس الشعر بتبدأ بتقسيم الشعر لخصل غير كثيفة. انطلقي بتمليس أول خصلة بعد ما تكوني رفعتي باقي الشعر. إذا كنت بتفضلي تسريحة الشعر الميليس بدون أي طعجة، مرري خصلة شعرك من الأعلى للأسفل بين شفرتي أداة التمليس. بإمكانك إعادة العملية عدة مرات حسب نوعية شعرك وطريقة التصفيف يلي بتفضليها. أما إذا كنت بتفضلي تسريحة الشعر المتموج، لفي خصلة الشعر على إحدى شفرتي التمليس وافلتيها. ما تنسي إنه التحكم بحرارة أداة التمليس بتحمي شعرك وبتسمح لك تبتكري كل الموديلات اللي بتفضليها وبيبقى الخيار لإلك. إذا قررت تصفيف شعرك بمنزلك، اختاري أداة التمليس المناسبة لتحصلي على شعر جذاب بملمس الحرير ودايماً تتألقي.